بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، بحييكم وبشكركم على دعم القناة، وخصوصا المشتركين جميعا والذي اشترك في آخر فترة كمان. في هذا الفيديو نستعرض أنبوكسنج لسكين وصلتني ونشوفها مع بعض. خلينا نقول بسم الله. التغليف في أوروبا بحرصوا أن السكين تأتي بحالة جيدة. طبعاً هي محاطة بالجرائب، يعني سبحان الله لف مش طبيعي. طيب خلينا نفتحها مع بعض. بسم الله. هذا الإصدار يعني شو أحكي لكم، 7 سنين ونبحث عنه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي بتابع القناة بيعرف إنه في إصدارات مختلفة. هذا الإصدار بهذا الحجم سبحان الله يعني نادر، وهو أول قطعة في المجموعة. اللي بيشوف فيديو ما يفكر انه هذا الاصدار هو نفسه اللي بسموه بالعصفورة للحجم الصغير، لا، هذا هو الحجم الوسط، الحجم الوسط والذي يعتبر نادر جدا لانه غير متوفر بحالة جيدة الا ما ندر. من هذه القطعة الى الان شفت واحدة عند اخ بعرض فيديوهات على اليوتيوب هي عليها الحلية، لكن السادة زي هيك طبعا أول قطعة وتعرض على قناة أكاب تيوب لعيون المشاهدين. نفتحها مع بعض ونقول بسم الله. طبعا بدأت تزيد ونشوف الختم. شو بيحكي الختم؟ أكابي ميد جيرماني، والحيوان واضح. طبعا بدأت تزيد ولكن حاول نفتحها. بسم الله والحمد لله رب العالمين. طبعا السكين أنا أعتبرها بحالة ممتازة، صدأ خفيف يعني بيتم تنظيفه. أكرر، ليش الندرة؟ لأن الحجم هذا غير متوافر، الحجم غير متوافر والحمد لله رب العالمين. يعني بحثت عنها طويلا وبالصدفة وجدتها على موقع الإي باي. اللي عنده معلومات أو عنده مثل هذه الإصدار ياريت يبعث لي لأني مهتم. أنا بشكركم أخواني على متابعة الفيديو، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وعرضنا في هذا الإصدار النادر جدا من أكابي الألمانية. كالعادة بنحب نعرض عليكم النوادر، وإن شاء الله تكون تعجبكم وتستمروا في دعم القناة وتزدهر أكثر. أخوكم أبو يحيى من قناة أكاب تيوب بحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.